دول الخليج من الإصرار والتصميم المنقطع النظير بربط الاقتصاد الخليجي بالاقتصاد الغربي الأمريكي أو الأوروبي. هاي عندنا واقعات كثيرة، الإفلاسات التي جرت والأزمة المالية كم نهبت وكم التهمت من أموال الخليج، وهذه أزمة دبي وهذه الوصفات الغربية إلى أين تأخذنا. أزمة دبي ربما أيضا يعني ستكون من بين المباحثات أو النقاط الأساس التي ستثار، وأنهم لن يتخلوا عن دبي نتيجة الأزمة التي تعرضت لها. اسمح لي أتحول إلى الكويت إلى الدكتور الفرج. دكتور الفرج، طبعا هناك الكثير حتى تجيب، لكن اسمح لي أتوقف أولا عند ما قيل أن التوجه باق على المستوى الاقتصادي، على مستوى الانفتاح الاقتصادي الخليجي نحو الغرب والولايات المتحدة. هل أثبتت هذه استراتيجية فعاليتها؟ هذا واحد. اثنان، مسألة طبعا قبل التعرض للأزمة، أزمة دبي المالية وموضوع وحدة العملة، هل انضمام اليمن، عودة اليمن ولو بشكل سريع إلى دول مجلس التعاون أصبح منتهيا ومعه العراق وبلا شروط، أم أنه ربما هذه يعني هاتان النقطتان ستكونان موضع خلاف؟ تفضل. بالنسبة للاقتصاد كما تعرفون يعني تكلمون عن الرأسمالية الغربية، قبلها كانت الرأسمالية العربية منذ بدء الإسلام، يعني نحن لم نستلهم الرأسمالية من الغرب، هذا أولا. الشيء الثاني، النظام الاقتصادي العالمي اليوم بمجمله غربي، نحن الدول الوحيدة في العالم الإسلامي التي شاءت أن تنهج نهج الصيرفة الإسلامية وتضع مثال. هذا المثال الآن الشركات الإسلامية لم تتعرض للكارثة كما الدول اللي تكلم في الخطاب العروبي والخطاب الإسلاموي كما سمعناه اليوم في البرنامج لم تنهج هذا المنهج. الشيء الثالث بالنسبة لدبي، دبي تعتبر مركز مالي، أحد المراكز في مجلس التعاون، وطبعا راح يناقش موضوعها وراح تجد المنقذ لها بالوسائل الموجودة بمجلس التعاون. اليوم إمارة أبو ظبي تحركت للرد على لدفع الصكوك اليوم المستحق اليوم. بالنسبة للعراق واليمن منهجنا هو بسبب اختلاف النظام السياسي، فإن منهجنا الآن هو منهج تنموي، إقامة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الكاملة مع هاتين الدولتين من أجل أن يكون انضمامهم إلى المجلس يعني مستقبلا أفضل وقريب. شيء إحنا يجب أن نعرف أن نحن نحتاج إلى العراق واليمن، أنا من الأشخاص المنادين بهذا الشيء. نحن أول شيء بالنسبة لنا عندنا مجلس التعاون الخليجي، منهجنا أن نحن نضم العراق واليمن، وفي المستقبل ننشئ بحيرة سلام في المنطقة تضم إيران كذلك، لأن لا يمكن العيش بدون إيران. إيران تعتبر جار، أكبر جار، ولكن الآن الخطاب التنموي الموجه إلى إيران لم يجد له صدى في إيران. ما نجد اليوم هو يعني قعقعة السلاح، سواء كانت على الجبهة العراقية، على الجبهة اليمنية، الجبهة اللبنانية، جبهة حماس، بدون أي طائل. طيب سيد الحسيني، يعني رمى لك الكرة فيما يتعلق بدور إيران. طبعا هو تحدث عن أنه لابد من ضرورة أن نتعاون بعيدا عن قعقعة السلاح، لكن قبل ذلك وأيضا عن موضوع العراق، الاستراتيجية الاستباقية برأيك والتي تفرض نفسها على دول مجلس التعاون، كيف سيكون شكلها تجاه الأوضاع في العراق وطبعا ما يتعرض له؟ تفضل. يعني نحن منذ 30 عقد عندما عدنا إلى ذاتنا وإلى هويتنا الحضارية وإلى همومنا واهتماماتنا الحقيقية، ولم نعد جزءا من اللعب الدولية للتحكم في قراراتنا، وأصبح قرارنا في طهران، باتت علاقتنا مع دول الجوار العربية والإسلامية وتحديدا العربية القريبة جدا منا علاقات أخوية صديقة شقيقة، وكل ما يهمها يهمنا. هذا هو الذي نريده، أمن واستقرار ووحدة أراضي هذه الدول واستقلالها التام والناجز، ولا نتدخل كما يعني سمعنا أن قعقعة السلاح هذه هي بسبب التدخل الأجنبي وبسبب حماقة البعض الذي يعني خاض حربين عبثيتين، واحدة ضد إيران ضدنا والأخرى ضد الكويت، والذين دعموه هم من أنشأوا مجلس التعاون الخليجي بالمناسبة. يعني لا أحد ينسى أن مجلس التعاون الخليجي تشكل وبدأ مع بداية الحرب ضد إيران، ووقتها قال أحد زعماء مجلس التعاون الخليجي صحيح إن الحجر الذي يسقط عندكم
سنعطيكم حجرين، والدبابة التي تذهب سنعطيكم بدلها دبابتين، والطيارة اللي تسقط راح نعطيكم طيارتين. لا نريد أن نبكئ الجراح. كل هذا قلنا كما قال المثل اللبناني، تنذكر وما بتنعاد، وما بدنا حروب بهذه المنطقة. الاقتصاد التنموي هو نحن ما بدأناه الآن في الطاقة النووية على سبيل المثال. كل العالم يتجه إلى الطاقة البديلة، والطاقة النووية هي اليوم الطاقة في أوروبا، وهي الطاقة في أمريكا، وهي الطاقة في كل مكان. لماذا عندما تصل إلى إيران وإلى أي دولة عربية وإسلامية مستقلة يصبح هناك فيتو ويصبح القلق؟ وفي العراق هي من الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية، وهذا ما يقوله كبار عقلاء أمريكا وأوروبا بالمناسبة، ولا نقوله نحن، ولا نتدخل في شؤون الآخرين. مرة أخرى أنصح أخوتنا في مجلس التعاون أن لا يتدخلوا لا بشؤون الجارة إيران، ولا يحولوا اليمن إلى دولة فاشلة حتى يخلصوا من يعني ثقل أن تصبح عضوة عندهم، ولا يحاولوا أن يحولوا العراق أيضا إلى دولة فاشلة كما يريد الأمريكيون والإسرائيليون، حتى لا يكبر مجلس التعاون الخليجي ويصبح أكثر قوة. كان رئيس وزراء الكويت قبل يعني أيام عندنا، وما قاله السيد القائد هنا مرشد الثورة الإسلامية، قال له يجب أن يكون لمجلس التعاون ولهذه المنطقة مكان أرقى وأعلى وأقوى في المعادلة الدولية. هذا ما نريده. الآخرين القادمين من وراء البحار بقعقعة السلاح، والذين اشترطوا على دول جيراننا بأن تكون قواعد عسكرية لهم، نحن تحملناهم ولم نقل إن شرط العلاقة التنموية معهم أن يغلقوا قواعدهم أو يطردوا القواعد الأجنبية. أخونا السيد من الكويت يقول عليكم أن تغيروا سياستكم تجاه أمريكا، وتستسلموا وتنبطحوا وتسلموا كل أوراقكم وتغيروا الطاقة النووية وتمتثلوا للقرارات الدولية. لنسمع وجهة نظري طالما يعني طالما رديت عليه. بعد ذلك قبل نفكر نعود إلى الاستوديو دكتور فرج، هل هذا ما قصدته بحديثك عن قعقعة السلاح بالنسبة للقيادة الإيرانية، مع أنه ربما يعني ما قاله قائد الثورة لرئيس وزراء الكويت من أننا نريد هذا المجلس أن يكون له مكانة دولية، ماذا عملنا حتى يحقق لنفسه هذه المنزلة؟ تفضل. احنا جزء من القرية العالمية، يعني انت شفتوا بنشرات الأخبار الدولية تأثير أزمة دبي على الأسواق الآسيوية، عندما يقولون نحن بعيدون عن التنمية ولا نريد لنا دور. لنا دور كذلك في قضية أسعار النفط، هذا شيء معروف، نحن أكبر كتلة تنتج نفط. الشيء الثالث قضية منطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الآن كل من يريدها سواء كانت الصين أو روسيا من أقوى الدول في العالم. عندما نتكلم عن قضية نقل التكنولوجيا، قضية نقل التكنولوجيا عبر المعايير الدولية ننقلها اليوم بالنسبة للوسائل الطاقة النووية. عندما يقولون نحن شأن الاستقلال الاقتصادي، من يومين جمدت الولايات المتحدة بأمر محكمة مليارين دولار موجودين في البنوك الأمريكية، ماذا تفعل هذه المليارات الإيرانية الإسلامية كما يقول؟ هناك يعني خطاب حقيقة ممجود جدا، تغيير للوقائع. احنا اليوم يجب ان نتوجه الى البعض من منظور اذا انت لك مشكلة مع العالم، نحن لا نريد هذه المشكلة ان تحل على اراضينا، نريد ان نبني اواصي. يعني ما يقوله رئيس الوزراء الكويتي واي قائد خليجي هو نحن يجب ان نبني شيء على اساس اخر مختلف عما لايران من مشاكل مع العالم. إيران هذا الشيء الاخر، هذا الشيء الاخر. اسمح لي اسمح لي استوضح من ضيفنا في الاستوديو، ما الذي تريد دول مجلس التعاون ان تبني شيء مختلف عما تبنيه ايران خصوصا على مستوى المجتمع الدولي؟ هل هذا يعني خلينا انا ادخل بموضوع جرى الحديث فيه عن لبنان. نعم. ونحن فيه تجربتنا عن من قرقع السلاح ومن اعتدى ومن احتل الارض ومن دمر ومن انتهك يعني السيادة وما زال ينتهك السيادة. الشهادة لله، نحن عايشين بهالبلد صرنا فترة زمنية طويلة، عشنا كل الحروب التي جرت. كان هناك قرقعة لسلاح وحيد وعدوانية وحيدة هي إسرائيل وأمريكا. ما أقدمت عليه إيران هو ما كان يجب أن يقدم عليه العرب وتحديدا دول الخليج، وكان يجب أن يتقدموا إيران كي لا يتركوا لها فسحة، اللي هو مد يد المساعدة وحماية واحتضان المقاومة ليه
تسجيل الانتصارات ولرد العدوان، وهذا ما هو جار الآن. وبالمناسبة لبنان يعني الآن بحكومته أكد هذه الحقيقة بموافقة سعودية وسورية وباتفاق دولي اللي أنجز بهذا الجانب. فدعنا نحسم في هذا الأمر، هو ذاته الذي يسعى والذي اعتمد استراتيجية الفك والتركيز.